إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. aan ku soo jeedinaa kitaabkii tafsiirul usul gaar ahaan sunnada ayaan ku dhex jirnay sunnada af'aash aan ku dhex jirnay af'aashu waa qaybee waxaan ku dhex jirnay af'aasha oo nabigu sameeyay ittifaaqan bila qasdi lijinsiya marka taasu dhowr shaarix u qaybiyey wax uu sameeyey bimuqtabal jibilati wal bashariyati marka tii labaad uu ka dhigay وفق العادات وحو سمي وفق ولا دي كرا وفق ولا دي كرا الثاني ما شيء دي ويفعله النبي سمي وفق العادات عادات كوافق سنان تود عادات كاس وافق سنان تود سمي سيدا سا عادات ويت اصلا ما قلافين لورجيدا ما هنسكر وسو هاجر عادات انو سو وافق ما عادات سيدا سا هيت سيدي وخ سمي تاسو كلا وحي تستا ان شيء قاص مباح يهي الثاني ما فعله النبي ووحو سمي وفق العادات على توافق الدود وذلك ما قاسوا كاللباس والنبي دركي سيوك صلى الله عليه وسلم عربت بطري قادة شرين نبي بركي وحكا قادة شرين اي برقار مرهد سنو مدهين بركان هذا عربت قادة دي قادة ما انو در هبل هالإيراني لكن دوابير السميي او حق يوكالو علي رويسان شنشرة بحبرتن كيدا وينه هو قيستان إلى أن قوغنا كدن باب المائيان وما أسفل من الكعبين ففي النار ساس الضابط أسميه كما بين الضابط أسميه ووحو يرخين ذراعا ولا يزيدنا ششرة بحبرتا كذا هل ندون هصو قد نقع أيان من كسي يدين أيان حق الجرم يو أيضا الضوابط اللو سميه لكن باركي كالجنسي أها باركي جنسي بيسي لما بدلين وذلك وحي النبي وعاده انه سميو كرتو كلباسي ودركيسيو كلا صلى الله عليه وسلم فهذا نوع نوع عن مباح ومباح سترتيد ماشي عاد كو نوشهي دركا لغا قاطو اياد قادن الى درك غار قادميس هذا ميدين حدن بدكاس بدك عاديده لغا لو بد عادي هو مسلمين تصار حتى واحد شفت ميله معوس ان لغا قادن بل حتى قادته لو يابا وداد ابا مساعد كاستاد ان لله وانا اليه راجعون ولله كعب صدق ورمح وروان واحد مساعد كلا سو قشه ان عويس لا سو قال مساعد معناه ويرنتي سميشه اس لغا قاده ودن كاس لغا قاد ودن عبدو اها مرق ولله كعب صدق وخر اسمودا غوغرد ان يتهو ها غوغرد دمر كو هيستا مركاس ولله كعب صدق وروا بيت الى ميشان وروحنا لا سو ادمين وميدنا الحشور الاولي مركا وا ماشي سا سدا ساها لكن انا ماشي رصاص كمان حويست أخيار تقالت تتكبنا قاطة مر عيبت ماه مر دمرنا ماه أنا جا كلام مر كعرف جا أيا كان مقالة تقول تقميص كأيس كقال ها قميص كقال ما بيجا شعلة يا ها حق الحريم اللي وكاسا حق الحريم أنا حريم ودمرك ها ودمرك دمر كوال دمرك دمر كوال مر كجوجرات أنا جا ما هو لو كدوين أنا جا جوجرات يم عويس الله ينوكات مر كعرف جا ساكر سارة ها ورد لكن سيدا صفيعا وحيتاي اياكي مركا لاتشوكتو دب وحي مسلم كي ميشي دقنا يدام اي لاي يابا ايان وابا الشوب ثوب شوره النقي إلا ثوب شوره حوك لأوها ثوب شوره واحد ايان مرادة ضدك ميشي دقنا يدام اي لاي يابا ايان اما قروحة قرية من اما الليدنانها قرية من واسكو مت ها مركا وح او امد كدوان لما قال حتى ان امدها دقالا ميل دقنا هاي قال اياك الرئي القرين تود معنا مالي فهذا نوع نوع مباح ومباح لم يقصد علماء قصد النبي به نوع التشريع شرعي جرين ها إنه شرعي أجدي علماء قصد شرعي إنه أجدي علماء قصد فلا استحباب السنين للمتابعة الرائد وما السنين فيه النبي قال الوهراء فلا استحباب السنين للمتابعة الرائد وما السنين فيه نوع الوهراء نوع نبي ينكو الراء مراداس ويغاس عربتو قال جيره نبيو قاطه مراد يو كلا لي سو غدو لي راديو ديمي فلاست احبابا وحسمين للمتابعه الرائده وما سنن فيه نوع اسو راو لان اللباس درك سيدي سبا منظور فيه وحا لو فيريا الى العاده دقنك الله في عاده اعتاد اعاده كديت اهل البلد مغالده تتكجوغ ولهذا ساس تردد
shiiqaygana hadda kor waxba ii sheego fiiri maran xanuunsado la geeyir wadamadan carabta mid kamida inuu suudaan yiriin waaba u maleeynaa markaas wuxuu yiri waa xanuunsan marka dhaqtarku markuu soo galay gacanta weeyay aad iyo laa xawisan wataa wuxuu sir waa gabar ha markaas aad ma taas leeyahay ha waa isirina ha gabar soo gariyay isleey marka dharka magaalada laga qaata la qaata ha dharka magaalada laga qaato aan la qaata taas lagu fiirina weli hada sa taradeeda fiiri in dharkaas albaladka la fiirina lam yughayyir rasuulu rasuulku ma bedelin sallallahu alayhi wasallam libaasa dharkiisi alladhi dhaki kaana nabigu aha yalbasu mid xirta qabla nubuwati nabinimada ko inta loo waxyoono nabi laga dhigin maruu qaada jiray dharkii ma bedelin marka nabi laga dhigay laakiin dawaabidii ku ilaalinay dawaabidii sharcigu ku ilaalinay wa inama wax kale maahan وضع الاسلام اسلام كو و خو دجيه شروطان شروط يا وضوابط للباس الرجل نينك دركيسه يا والمراه هوينيده دركيده ضوابط داس يا شروط داس توستفاد لغا فايديسن من الكتاب كتابك يا وسنه السنه ومثل هذا كانو كره نوع مسكنه نبيك غريدي سو كلا اهاداي غريي ددكو ماركا سو نولاه يا غريي كميدو كنول ها فضوابط يا جيده يا كسميسان ها اي غري كار oo la yiraahdo waxa weyn guriyaha islaamka oo galay weeye oo gaara asagu madbis madhina la yidhis waa jirta qaabahana xoga qofku ragga iyo dumarka iyo in la kala xijaabto xoga qaabab local laakiin guriga waxa laga dhisana wixii dadku ka dhisan jireen uu weeye geedatay waa geedi iyo tay dhoobatay dhagaxtay dhagay wa mid sidoo hada kana karaan nooc maskani gurigiisa nuciisa ahaday oo mashrabihi nooc mashrabihi wax uu cabaayay nabiga nuciisa وما كلي والنوع ما كلي وحنا وحي دتك عنايين ولا عنايد او حلاشها الا وح شرع وحرمه ولا ريبي ما هن اه وحي دتك عنايين وانت دتك عنايين وحي عبايين marka wixii la xaraantinay laga reebo fa kullu hada kan fa kullu hada kan dhamaantis oo ah ma fa'alahu nabiy wafq al'adati fa kullu hada mid kan dhamaantis ghayru dakhil wa midan soo galay tahta hukmi tashri'i shar'i dajinta hukumkeeda hoosteed مثل والاصل اصلك ان امه النبي امه ديسو اسوه متعاصيه ومدي كبينه له النبي في الاحكام احكام تو بينه كلها دمانت الا ما هو ما هن حكم كاس وخص ودليل دليل وغار يله والاصل اصلك ان امته النبي امه ديسه اسوه متعاصيه ومدي كبينه له النبي في الاحكام احكام تو بيان اذا كل هذا منت الا ما حكم ليس بدين ما هن حكم كاس وخص او قال يري ادليل دليل تنوع قاعده ايضا اصل وها حكم كاستو نابغو سميه امتي سو غدايه تو تاسا اصل تاسا اصل حكم كاستو نابغو سميه صلى الله عليه وسلم امتي سو غدايه تا اصل اي اصل تاسا اصل الا وحده للخير ما هن ولي رب الشيء قاس نبيه قار ويه الله غمت ديكار سيستر تيغة حدي وح نبيه سميه اوقف روا وقات ديانا وفنهو يرهد وقامت ديكرتي وكتشو نوع الله غمت ديكار نبيه خاص وطهي دليل وحي لويدين اقفك الله غمت ديانا اقفك ده هو الله غمت ديانا دليل ده لويدين لا سيو دليل كعام خايو هايستا لغت كان لكم في رسول الله أسوة عصان سيو دليل كبودو هايستا عموم كاسي عام فعل كسو سميه عموم كاسو جوجله marka qofka yira kan waa gaaro nabiga looga dayay ma asay qas ku tahay ee waxa la leeyahay haati buraanka in ku tabina saadiqin qofka sala dhaha sharah hadhihi tanu qaidatun qaida weey qaidadu tataallaq ku taalluqda bi af'ali nabiga af'ashi sallallahu alayhi wasallam wehiya qaidadi anna al-asl asalka at-ta'asi bayashawi bin nabiga nabiga lagu daydo sallallahu alayhi wasallam في افعال افعاشي صلوغا ديدو او من العبادات عبادوين افعاشو والمعاملات معاملات افعاشو والاطعمه انتوين افعاشو واللباس بر افعاشو اي وغير ذلك انت سخيتي لقوله الهي قولك سو دليل ان لو ديا نبي تعالى الى واسريا الى اوير لقد كان لكم محيين سغناتي في رسول الله رسولك الهي دحديس اسوه ديشو اسوه ولمد ولا قراءه او سبعيتانه أسوة ضيشت ضيشت وحسنة ونكسن والأسوة أسوة معناها أسوة معناها القدوة وضيشت
وهي أسود بضم الهمسة أي آتي همسة إلا قد أسوة إيا وكسر إلا هسر إسوة ليرادو لغتان وهي أسود بضم الهمسة على آتي إيا وكسرها كحالة لغتان دون لغتين لغتان دون لغتين ولغة لغة من صاحب لغتان ذات لغتين ومن لغة لغة صاحب وهي أسود بضم الهمسة وكسر على آتي لغتان ذات لغتين ومن لغة لغة صاحب قرئ والاقي لبراس لغة قرئ الاقي بهما لبرا لغة في سبعة تضرب قراء قال ابن كثير إلى هذه الآية آيات الكريمة وراك بضان أصل وأصل آياته أصل وقاعدة أصل كاسو كبير وين في التاسي كد يشد أصل طيب رسول الله اللي قد صلى الله عليه وسلم في أقواله اللي قد يضع وفعال أفعاش وحوال حالده صدح ذبا إن اللي قد يضع فيجب وحا ويجب العمل اللي قد بقمه بمقتضى هذه الآية آية معناها الكريم ayada macnaha ay keensay in lagu dhaqmo waajib fayajibu waxa waajib al amaru in lagu dhaqmo bi muqtada hadhihi al ayata ayada macnay keenaydo hatta yaquma ila u istago ad dalilu dalil dalil kaso al man u diida yamina taasi ku dayasho ila la yaro dalil le mas'aladan loogama daya karo nabiga gaar u tah ila la helo hatta yaquma ila u istago ad dalilu dalil dalil kaso al man u diida yamina taasi ku dayasho وهو دليل كاسنا دليل كديدة إن لغو الضيضو وهو دليل كديدة يمانعه أدال ومد كتصو على الخصوصية لقار نغشو إنو نابقو قهلية دليل كدو تصو أرنتا إنو نابقو لقارية وحو ديدة إن لغو الضيضو إلا قد وغطية الخصوصية دي يبوري دي دليل كدو تصو أرنتا نابقو إنو لقارية ودليل ديدة إن نابقو أرنتا سلو غطيضو مانعوي دليل كاسو كان في قول سيدا إلى قول كيسا كسو أنت على إلى واصر رياه وامرأتان هوينين وكو حلالين يا أيها النبي إنا أحلالنا لك أزواجك أزواجك هذا سيكو عطفان في رياه نبي كل جيسا للاقي داري إن نبي وحي أصمي أمال وراك تابا اللغة ديانا آيات سيكو عطا في رياه نبي كل جيسا للاقي داري يا أيها النبي إنا أحلالنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن سيد الله ودي قال لي وامرأتهم هوينين وقو حلالين هذا النبي محمد مؤمنتهم أو مؤمنتها إن وهذا حتى يهبيد نفسها نفسه دير للنبي النبي إن أراد النبي النبي هدود دونه أن يستنكح إنه قرسدهم قال سيد خالصة لك فدار هذا يبوت فيري نبي كله سلالك داري هذه خطاب كاس معنيه سأوكين أيو إن أرنتو أي أساقكو قاعد هاي نتابع كله سلالك داري خالصة الله مبهده خالصة وحا الله كيني هذا الكهرو إلهي ولقي دابا النبي أوليه إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن خطاب كاس نبي كل جسر لقي دابا إنو سن خصوص كيني ويسا أرنتو النقيم أرن نبي أقع خالصة قد الله كين ديك الخالصة معنا وميارتين وعلى بيلا خالصة حيلا إلا هرابا اللي سوين إنا أحللنا لك لكن إنا أحللنا لك ماذا اللي قفنا يا خصوصي نبي قوالا لقي دابا حكم كنوعا الخطاب للنبي خطاب لأمتي خطاب لأمتي قرآن كان ميرا بضان أساسه كوحبا يا أيها النبي إذا طلقتم فيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الضمر كما قد فريدان لي فيه فالضمر إذا طلقتم جمع على قدر سيقان الله لخي بابي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون فيه تعملون تعملون وكان حبا نبي قال كله اسم الله لسوا خطاب نبي قال الله سوا خطاب مركوا النوع وامرأة هوينين واكو حلالين هوينين داسو مؤمنات مؤمنات إن وهدد هدده هوينين دوه بيض النفسة نفسة ديدة للنبي نبي إن أراد النبي نبي وحب الدور أن يستنكح إنو قرسدو خالصة حالة قار تهي لك أدقى قار كوت تهي هوينين داسو من دون المؤمنين مؤمنين تكسو كين أي قار كوت تهي فهذه الآية آياتان فيها آيات تحيب كسونا دي ما شيء يدل تسا على أن الأصل أصلك التأسيك دي شيء يهبين نبي قال قد صلى الله عليه وسلم لقوله الدليل إلى أولي خالصة لك ولو لم يكن الأصل أصلك تسا حالهين هو التأسي نبي قال قد لما كان أمسونا دي لقول إله قولك إسا خالصة لك إلى أولي فائدة فائدة ما أمسونا دي إلا هو ليس فهمنا لديه معايا لأن الخصوصية خصوصية
تكون وحي أهالها فابتة تمت سقناتي بدون هذه الكلمة كلمة تنكسك انت الكلمة اللي دارنا سقناتها إلا يا أيها النبي إن أحللنا لك السويري السويري لكن تاس خصوصية كما سنة وحي تاي خطاب كان نبي قال الله خطابا وخطاب لأمتي سيستك تدا خالصة لو بحر أصل كوين نبي قال الله وكما في قول سيد النبي قول في سكوسه صلى الله عليه وسلم في حديث الوصار حريرنت حديث كذا والنبي يقولي وأيكم كين مثلي أنا خلا نبي قال وصار وحلا رضا ما أنت سومي عاو وحبا يقول ميد أفور ميد برينا وقطعه لما ما ما أنا كبر أنا سكوت قبل نبي قال سيسمي صحابتي وأقطع ذي مركز النبي راح يقطع ينمي حسنا أدري راس واحد واحد حسنا ينمي نبي مركز أدوه راس سمينه حسنا وصار في جوجي مركز يري أي لأن أدري قبل وانت حريري ذا مركز يري يا إلى ملعني أنا كرب جاي يقودي رب جاي يقودي رب جاي يقودي يقودي أنت قارئ يري ذا شنلا أنت الله ركنا وشنلا أنت ذي ذا لقمة أفرير لكن تاسو حوي حقيقة واحد تاسع اسمها صوتها أنت مو عرباتي ما ردي واحد أنا وصل ما بحم وصل لما يرهدو دي واحد لعنة وصل وأيام واحد لعنة سيدا علامة المقيم آت وسلامة وتحقيق واحد تاعي نبيك صلى الله عليه وسلم مناجاتك ربك سولك كوديو عبادة داس شعيلك وقبو يهمد أوليهي أقاتش هذا خلما سيني دا المحبة داسا واحد سيني دا قوة الآكل والضائم والشارك قف وحقني عبكيس دا محبة داسا سيني دا وعبادة دا إلهي محبة أوليه ما يروحون إعدادين وحولين أكثر إذا كمعها وحن نضنا العرش مركا وحول قوانا ماشوا كهريا ومناجات كال وكف حسيه ووهي شنيو تعسو قوانا كهريا قوانا هالكاسو كهريا قوانا هالكاسو كهريا وأيكم مثلي كلي أنا كراء ويرنرو فهذا حديث يفيد حفيدين عمل وصالح حليرين تخاص بالنبي نبي جينو قاركو يهي صلى الله عليه وسلم دون أمتي أمتي سكسوكي لوجود الفارق لأجل وجود الفارق مت كلا فرقنا يهلي دل هلي درتي بين النبي وبينهم وبينهم أمتا وقيا وحالير قوك سواك قولك وقيا وحالير إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم أمد كمن ريبين عن الوصال حريرين ته لأنه وصالك يا خاص غاركو أبيه النبي درتين وكمن ريبين وإنما وحكا لماها نهاهم أمد واكره عن الوصال رحمة لأجل الرحمة نحريس تردد بهم أمد ونحريسانا قيل كاسون واجرة لكن قولك ولا سواب فيه مطني وإقراره ما كورت أفعاشي أن كل لابنه أفعاشي أن كل لابنه ميقان سوق هذا ليش ما سوق هذا سشان سوق هذا وحن سوق هذا ما فعله النبي على وجه القربة والضع هو خاص وسوق هذا ما فعله النبي بيانا لمجمل لبض وسوق هذا وحن سوق هذا ما فعله النبي على إيه؟ على وجه بحسب الكبيلة والبشرية وعن سواق هذا النبي على وفق العادة ما فعل النبي اتفاقا شمتاسا سواق هذا شمتاسا سواق هذا النبي شمتاس وحاد كدرتا هاي خصوصية هون ليه عن سواق هذا كي اللي عن نواك نواك خصوصية على وجه الخصوصية وحسمي على وجه الخصوصية ليه سماها تضروا على الله لغا تركها تركها وترك فعل في صحيح المذهب تركها في افعاله كمي شيء سبب الله سمعنا وقائم كها وقت النبي وحمان اهديدا يعني اي سنجرين نبي ونك تغي وعلى ربا تركي سنه تركي الا الا تغا سنه ترك شيء نبي ونك تغي ايدو سبب كحد الله سمعنا وجوبي وقتك سو قائم محاب حي شيء سببت الله سمعنا وقت نبي إسان قائمين كدهم تلا سمعي حق وانغوكر ومحاك مدأ قرآن كهال مصحف إن لقوكر سحرارا سمعين وقت نبي سبب كله سمعي قائم بمهم سببت سحرارا وقهال مصحف وقوكران وحي إهات الله أهرمونا لقع أفصلي كو سحرارا دي حفاظ دي قرآن كحفتي سنعين جهات لانتقالين كورنا مادين كورنا مادين كورنا مادين
waxa laga xasil quraanka wax xifsan in la waayo laakiin nabigu intuu joogay sababkaas uu qaaim ahaa marna laga xasil miin quraanka inuu loo ah sanuqriuka fala tansa laga ma xasil nabigu halbaan ma intuu noor isaga xifsan sagana laga baran marka koow sababtaas u ahaa sababka labaad ee saxaabadu fiiriyay waxay ahayd khawful ikhtilaaf qiraa'atki aqal isku darbiye ninkaanu qiraa'u nabiga ka maqlay kamana aayada si kale nabiga uga maqlay markaasay waxay marka gabal dhacday qaab waxaan adakhayay anigu waa diiday ma aqbalay hadda waa quraan waana qatar qatra quraanka waa diiday sidaana adoo waxayna maya anigu yeelina anay yeelina tabaqayda hadda waxa lay marka ama la isku baabacshaa خوفا من الاقتراف نبي قلت شو تاسع لك عسمي نبي قلت تاغري قفل بان نبي قال له تاغري وحي لسو قبط لبدا السببات اللو جمعيي مصحف واحدا الله وخور مركا جمعين تا صورت يدو متاغني وقتك نبي كو وحان الوين صورت تاغن تاي مانع نو وين اجري هادي شيء صورت يسو تاغن تاي لكن مانع دي دا يل اجري وقتك نبي مانع نو كسولة والله سمايكر حاكم يدعى تراويح ده انسي جوقته لو تكلو نبي صلى الله عليه وسلم توجي البخاري مسلم كو طالا صدخ حين ان توجي اما لبا لبا والله هو اي شك ريوي وها وين هبن كصدخ حين ما توجي مسلم توجي نبي وا توجي مانع ولا شيغ وحان كعبسدو يري ان يفرض عليكم الا يكون واجب يا مانع انه مانع اص ولذا سترت ده نبي جوقي كو كخس كغه توكاي او ولا اسكو جماعيسه اي هل امام صنعان markii nabiga ilaah oofsaday sababkii nabigu uu arkayay oo ah fadiilada iyo shicaarka in la oogo awalba qaaimu ahaa khawfkii maani in nabigu ka cabsaday waa suu oo markii nabiga ilaah oofsaday kadib ilaahay wax waajibin ma la waxyi waa dhamaaday maani in markuu suulay sunnadii nabiga nooleeyay uma ha sunnadii nabigu nooleeyay uma ha ila nabiga tujiyay ah amal nabiga maxamed sabi ma bid ala dhikara wariya saas taradeeda fiiri حافظ من حجر حافظ من رجب حافظ من كثير كل واحد من بدعة واللقاء أهم مركو ليه نعمة البدعة نكال رابو عمر وثنية هو بدعة اللقوية لا شرعية سوطة إلا شرع النبي قال سبيه وحنا نبي سبيه شرع هو بدعة ما نذكر لكن أيانك قوضي باللوغة الله بالله إلا اللقاء بدعة واحد روح الله بالله باللوغة سبيه وليس كذكر سنة النبي قلنا ليه مركي ماني إسولي لكن فيري شيغا هادي سببتي سو اي قائم اهي صوت هاد ابو ابو الاين اذا قائم اطيه الوقت يا نبي مانع لو سنشرين ما بنانا الا سمي هادي او سببتا سو الاين تصال المولد دات كديغا وحي ليهين وحا ويان اظهارا لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم سمينا محبه النبي وحا ليهين محبه النبي وقتي النبي يا صحابه شرع منه الا جعلابا ولا موجي ها ويجب نبي قال ذاتك براي اوير قفك نفتيس ايلكيس وين اوغا جعلادا قفك نغا جعلاي نفتيس الى الله مرحوم ولي ولي ايمان لغا مهري سو ما تشيدي ايمان لغا مهري نبي قال ذاتك برا اله انا براي نبي قال جعلاد سو كانوا قائموا سو تاس مركا كما ايسان ديرينو كما قالين صحابه يا نبيغو اني كينيد حفله سنويدا كو واح ماني او ديداي وقت اسمي جيري حفله لا سمي ما تشيدي mar haday sababta maanta ku cilayayga qaaim ahe wax maana in ay san jirin saxaabada iyo nabiga ay san tiix dalin sabab kaas oo isan qulunkan ka dhaleen wuxuu ku tusaa in aan laga qaliya in isan sax ahayn ee in laga taga sunnada nabiga ay tahay tarkigaas marka tarkigu waa sunnada qayb ficilka afcaasha nabiga qaybta tadarad ficilka ka tadarad sallahu qabi waxaan galeynaa sunnada iqraarka marka matniga wa iqraaruhu nabiga qiridiisa على شيء شيء اقرا يدل هو اقرارك وغطوس على الجواز بناناشو الا بدليل دليل ما هن نبي صلى الله عليه وسلم شيء حدي او اوغاده ان لسمي اكتيسا لو سمي كرا ميل كرا انت لو سمي او اوغا كرا انو اوغاده شرط يا شيخ كو وحا كلا شرط اه قف كسمي انو مسلمي اي قال مالين رمضان افران حتى نبي اكو اسكا عامسو دي ميل مالين رمضان ولا افري كرا او نبي قرا حيل واحد ولي ورقف كانوا ما بعهين قف ملتزم ملتزم واحد لا هذا قف انقياد لا غير او شرعي اصل كيس هو جالسين مركه لبدا شرطيه لا ارنتان كو نبي هو انو اوغادي دوسن اوغان نبي اوغادر شكلت لما اوغي لبا
waa inuu qofka uu ku ogaaday uu ahaa qof oo multazim ah li shariic qof sharci uu hoggaansan waa inuu ahaa labadaas hadii la helo nabiguna uu shaygaas uusan inkirin waxaa la leeyahay sunnadii nabiga ay ka mid tahay waqaybta dadka ahl bidca ayagu u yaqaaniin bidc xasana ayu bidc xasana yidhahdaan sunnada sunnadii hadda qayb dhan waa ka mid ah kuleeyihin war bidca xasana inay jirto waxay u daliil nin saxaabi ahaa nabigu amiir ciidan uga dhigay markuu ciidan uga dhigay ciidankiiu tujinaa ninki ilaa amiirku isaga imaam markuu faatixada akriya suuradu akriya qul huwa allah axadu ku dara maray ka tegin kaasaa leeya adiga suuradda haddaad akhriday faatixa dii waa akriya suuradda waa kugu filan ma ayada see kaartood haddaad mid kale akhrinaysay ma ayada u kaadid maya sidaasan ku wadaa yahuud nabiga loo sheegay nabigu wuxuu soo weydiiyey sababta ku xambaartay wuxuu yidhi innaha sifatu raxmaan innii uxibuhaa u yidhi anugu waa jeclah liannaha sifatu raxmaan waa sifada allah suuraddan waxay ka sheekaynaa allah nabigu wuxuu u sheegaa jacaylka uu jecel yahay jannada geliyey waxay yidhahdeen waa taasa bidci ninkaas saxaabigaas bidci u sameeyey laakiin bidca xasanaha ehdayy marka fiiri hadda waa sunnadii nabiga qayb ka mid bal fiiriya billaahi calaykum waxaa dhici karta caawanta muxaadaro qabo qof inuu ku soo arooriyo konton xadiis oo ikraarkaas ah waa sunnadii nabiga qayb ka mid a oo yidha waatana in bidca banaanta waa kan inay bidca banaanta fiiri in suuraddaas marka faatixada la akhriyo suurad la akhriyo ikhlaaska lagu daro diin ma waxay ku noqotay saxaabiga samayntiisa mase ikhlaarka nabiga ikhlaarka nabigay ku noqotay marka intaasay diin ku noqotay adiga maanta jooga waxaan aad samaynayda leedaa tiiay la mid tahay yaa diin sayku diin ku noqday yaa kuu qiray kaas nabiga u qiray ilaa shaygan markuu qofku sameeyey midna nabigu waa ku inkira xuleya qalad weyn waana dhici jirtay midna waa u sugaa tii uu sugee diin noqee tii uu inkireen diin la'aanay noqee adiga yaa kuugu nabi yaa kuu suga ama kugu inkira marka waxa weye waa nasiib darro in sunnadii qismi dhan oo ka mid a ikhreeg waa rahbaaniya tanibta dacwaha in bidcadi ammaan lagu ammaana ay jir hadda waxaa la rabaa aayadda ixraabteeda marka hore in la ixraabo ixraabteeda meesha masaladu ka imaanay kadibna aqwaashii salafku ay ku fasireen la keeno intaasay u baahan saxaabi hal lagu saxaabi waxaa asalaa la yidhi qur-aanka sida saxaabadu u fahmeen oo in loo fahma iyo taabiciyaal hal imaam oo aa'imadii salafka ka mid ah oo yidhi aayaddan waxaa laga fahmaa bidc xasana baa laga rabaa ila ma ogta imaam ibnu jariir dabari fiiri ood aragteen oo muslimiintu ku idlaaqeen imaam lmufasiriin suuratu laxraaf oo aayad soo arooriyey aayadda 101 mi aheed juska aduu gadaalkiisa waa aayadu soo arooriyey qaalalmalau makradeeda wey aakhirka weliba aayadu soo arooriyey markuu soo arooriyey wuxuu yidhi aayadda marka khilaafkii mufasiriintu keeno sidaasna waa laga yidhi sidaasna waa laga yidhi waana soo naqlay salafkii yidhi markaasuu wuxuu yidhi qowl saddexaad qowlkaas saddexaad haddii lagu fasiro la kaana wajhan wa madhaban wij aayadda waa noqolaha madhabna waa noqolaha lagu fasiri karo laakiin uma ogu yidhi qof ku fasiray saasaan darteed ma dhihi karo qof iga fokreeyey oo saxaabadii oo taamiyaalkii ah oo yidhi ma hayo saasaanan u dhahayno hadda waa imaam mufasiriin ogow haddana suuratul yuusuf marku maraa uu aayad kale keena uma yati min bacdi dalika caamu fiihi yugaasu naas wa fiihi yacsiruun yacsiruun lafigaas uha yacsiruuna uu tafsiirkeedi keenay markaasuu qowl kale keenay qoladhe oo sanadaas macnaha inta beeruu baxaana lama jujisan doonaho oo la qasan doona waxa weeyaan bahashii ahaa canabkii ay aayaddu ka hadlay qola yidhahdeen sanadaas dadka waa la waraabin doona u fasireen markaasuu yidhi qowlkaas tafsiirkaas inuu khada yahay waxaa shaahid iyo markaati ugu filan inaan la keeni karin oo uu khilaafsan yahay tafsiirkii saxaabada iyo taabiciyada oo qof yidhi aan loo haynin saxaabada taabiciyada kaliya inuu khilaafsan yahay tafsiirkii saxaabada iyo taabiciyaalka intaasa ugu filan markaati inuu khadayo marka aayaddan waxaad ku tidhaahdaa bidca xasana saxaabi taabici atbaacu taabiciin aayaddan ka fahma keen haddii aadan keenin waxaa markaati iyo shaahid ugu filan inuu khada yahay inuu khilaafsan yahay kuwaas tafsiirkooda saasaa la leeyahy kuwaasaa saasaa la leeyahy
وإقراره نبي قريدي على شيء شيء أقره يدل وحطوس إقرار كاس على التواس بنعرفه إلا بدليل دليل إلا لما هيموس ولتشيدين بنعرف أو معنى كله ولتشيدين أنا سوي ولتشيد واجبني ما أنا سمع منه أصلك إباحة الوحن بارا لكن واحد هذا إكرت الشيء قال نبي إخلاق إيه واجب نقول واحد إكرت الشيء قال نبي إخلاق إيه صني أصلك إباحة الوحن بارا لكن دليل هذا إله وحال وحن بارا ما دل عليه الدليل شرح الإقرار إقرار إقرار هو تكون فصيلا عنيسة الإقرار إقرار هو إقرارك ترك الإنكار إنكر الدواء اللي سكده فإن الله إنكر سأسأل إرادة إقرار إقرار واحد معنيس وياي شيء قال النبي وقاعد ما إنكرين قارب فصيرين قارب أصولين تكلم الحقيقة فصيران إقرارك السكوت عن الشيء شيء قال إنه النبي كأمس ما أهم تاسو على كفي عين تفسير كان كفي عن سألت واحد إكر تشيء قال النبي إنه كأمس أورا إنكره وإذا إكر تصدر أن حدلين إنه إنكره تصار وسأو إنكره في أو كل إنكره نبي سلا تليل واستاج إمام كمركات كريعة طاي وين تمدك تكيستك تاتك حريه عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم بيرح لكيستك النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول سلادي سكوتش التقف طاي أشيدي وجدال مريي ودن كمدك تأسك سومي فركا إنكار وإنكار وفعل وإنكار سوما فعل وإنكار لا بد وافع إذا أكو حرق سولا حريه أسك ده أردي ما بيقول كاو حرق يكشر ما الله نسند دوا في سوا marka fiilan inuu inkaar dhigo marka iqraarka macnaa uu saxsan wuxuu yahay tarkul inkaar ilayda illa qawla wax lagu inkira fiil wax lagu inkira waa wixii nabigu inta ogaaday labada shardi weelay waa ogaaday qofku waa qof multazim ah nabiguna ma uusan inkirin khalas waa iqraar ma huwa tarkul inkaar wa inkiri do laga tago cala ma shay la inkiri laha calima bihi shayga nabigu uu ogaaday أمين قول قول وحسن بقعادي أو فعل فعل والإقرار إقرارك حجة حجوي وحجة شرعية لأنه إقرارك قسم واقع من أقسام السنة السنة قيمية كما يقول أما لأنه إقرارك قسم واقع قسم من أقسام السنة السنة قيمية كما يقول السنة النبوية النبي قال نسبي وقد نقله أسرر الحافظ من حجة الاتفاق وافق سنان علماء وافق سيهين على الاحتجاج حجيسي به بالإقرار اللي حجيزته اتفاق وكسره لفتح الباري كفير ودليل حجيته إقرارك حجي النبي ليس دليل كتصع قارك اللي يدري شنا أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ومدلق إلى ليه عن أن يقر إن كقر أحدا قف على خطأ قف أو معصية ذنب فيما شيء يتعلق كتعلق بشكل شيء شرعي الإسلام كنت على قطوف كوقف هي إنه نبغو كأم سوى محسومك سوطة أنا قابلنا الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيد فإن لم يستطيع فبلساني نبغو ولما سوى كد ويه قلبك هي مايا ما بيعكر قلبك هي سنة ما بيعكر سوطة أوحا كتلانا هدو كأم سوير هذا ولا نبغو كم مغضى لكن كما عدلك أو قلبك كير هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز في حق النبي بالإجماع مسألة ما كان لابد هاي هاي عطينت إنه دب وقبله ما بقى وابن وابن عنه إلا واحد ما يوصل درار هاد عطينه سو ما تيجي ما كان قف بدو منكر سمعينا أو ما بقى أجهده أو كأمسه شيء قال إنه منكر يسأله أجهنا ما اللي أجهنا ما كان وابن عنه إنه كأمسه صدق فأخير بياني عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي في حق النبي بالإجماع بالإجماع عدينت إن دب لغة لغة مركة لغة هي هي مبنانا نبقى حق يسر إجماع نوي إنسا نبقى مبنانا ودليل حجية إقرارك حجية نبدي إنسا دليل كتوسى أن النبي النبقى صلى الله عليه وسلم محسوم وكل جاء إلى لي عن أن يقر إنه قراء حد انقف على خدين جف أو معصية ذنب في ما شيء وكوقف يتعلق كتعلق بشرع هدو الدنيا كوقف هذا أكثر كأمس لا الدنيا الله صار دين شرحي دين ولأنه من ذلك كله ولأنه وارك فيري ولأنه نبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطنانا في حق نبي حق يس تأخير البيان عبين تين ديب أقدمه عن وقت الحاجة باهدا وقت غير بالإجماع نوي بالإجماع مطنان وقت غير
waqtigaas qofku arinta uu sameynayo nabiga ogaado dadka arkayaan haduu san ka hadlay waqtigaas loo baahay arinta inay kala baxday kala cadaato ah marka dib uga ma dhigo wa shartu hujjiyati al-iqrar iqrarka hujjinimadiisa shart geeda shartu waxa waa iqrarka marka la hujjeysana oo la leeyahay arinta nabiga qiraysaasan hujjeysana wa shartu hujjiyati al-iqrar iqrarka hujjinimadiisa shart geeda aan yaclama nabigu way inuu ogaado biwuquu al-fi'li fi'l kasb iddis aw al-qawl qawl kasb iddis way inuu ogaado ee wuxuu san ogeyn looba dalishado iqrarka nabiga ah iqrarka nabiga looba dalishado وذلك علم جاس وكان شرس وذلك علم جاس ثابت وقوس نارا بأن يقع إنه ضع بحثرة نبي ميل تشوب علم جاس وقوس نارا ميل نبي تشوب عرفت إنك كذا خلاص وأجي على لي الله هرتي سيف كذا عليه وذلك علم جاس ثابت وقوس نارا بأن يقع إنه أرنك ضع بحثرة نبي ميل تشوب أو أنا سفيه زمن زمن كيس وضع والحال وضع هو نبي وعالم وأجي به في الكاس سوى قاعدة والانتشاره في الكفا في الديس أما قول كفا في الديس انتشارا فافت وفافي انتشار كاسو يدعد وفقانا معه انتشار كالتركيس الله يعلم بي أمسان أغانين أدم علمه يدعد وفقانا معه انتشار كالتركيس الله يعلم بي أمسان أغانين بي في الكاس أي أدم علمه أفقانا وحكمه إقرار كحكم كيسو الإباحة وإباحة أصل ساسوة إحنا نبقى إقرارية إنو مباحية لكن سنرى ونغكر واجبنا ونغكر وقد يفيد إقرار كينو فائدة يالاركا الوجوب واجبنا أو الاستحبار سنين من دليل آخر دليل كانوا كفائدين كفائدين ما إقرارك الدليل كان الله هنا إنو واجبية وقد يفيد إنو فائدة يالاركا هو إقرار كي الوجوب واجبنا أو الاستحبار سنين من دليل آخر دليل كان كفائدين ومن أمثلة ذلك إخراك مثال الذي سيوحا كمد أهاري أن أنس ابن مالك أنس ابن مالك رضي الله عنه سئل ولا ويدي والحال ألا ويدي هو أنس غاد متوك الله أويه إلى عرفة عرفة وحج معنى انت سقالات صلاة الصبح مركي اللي تكوذ من اللي تكوذ قرح من مركي صبح ده الآدة سيدة صنة دقر رحي هذا اللي مسوكو ليش يسكعيني ليقوف بامير أكثر دكتوري هذا وينو سليه إلا عرفة واحد على أكثر ميلا بكتين دوي عرفة مكتوى قول يا ركوبا لماك اللي تجيدي كم المجيدي نوسك صعب هذا سنة ظل مرقاسها بعد ايه قلت عرفة وساسة وكالتات انتنا وقال في ميلو ساكا لقينو بان مرقاسها سنة دي بطانا واحوين واسكا ارورتي اسكا دي المان سنة دي راحي تايمالين تا ساقالات فمن اللي قلتو كده صلاة الصباح قرح بكوكو صعب حضو مكي صعب حضو انا تاكتو تاسا سنة دي hadii waad buuxsan taa dadmiyada waad buuxsan ka aad la dhiga ha ma mina la kala jiida dulki ma la kala jiida dulki waad buuxsan dadka ka dhiga ka ha mina mustalifa la iska dhiga mustalifa dad badan aad dhiga markii waqtiyada meel waqti kasto mina la dhiga ay ahayd dad dowladda dhamaad waxay dhigayeen meelan mina ahayn haddii dulki waad buuxsamay marka ala kulli hal sunnadu waxay tahay maanta 9:30 subax in mina lagu tukado qoraxdu kuugu soo baxdo ee qoraxdu magay soo baxdaa la baxo saasa sunnad marka subaxdaas asagoo sii socda aad ala weydii su'aasha والحالة لو دي هو أنس غادر أوك الله إلى عرفة وعلي ليك إلا واحد على فيري أكتم ناشا بيقى إذا رسيدي ما بيقودك إلا أودكتو إلا نبقى يرخودوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ونقى قاطع ماشي حجب عني صنع ذلك كده من أركرة بعد مركة وعلي ساكوك هلا فيري وصيدة صحرة هذا ربطك أني أولو مرة عن نبي حجينا إياه تلاب والبنتو سنقادل إلا ساكوك أنا نبي حسيني galabto kana nabi wuxuu sameeyay meeshaan oo kale nabi wuxuu ku sameeyay saas laga raba qofka markuu ajinay iska socoma ha meeshaan oo kale nabi wuxuu ku sameeyay seeu sameeyay marka fiirse loo weydiin asxaabada waxa la yiri saako kale haasabay jeetay asxaabada marka hada tiin qad nabiga la socotay kayfa sidaybaad kuntu ma hayeen tasna uru ku sameeyay fi hada yawmi malinkan malinkan yawm arafa ma rasuulillahi rasuulkiilahi la jirki saxaalada ahateen sallallahu alayhi wasallam سوك إلهي حالات دي أدلة جرتين حالات داس محاد سميه جرتين فقال أنا سوق ويري كان وقوها شان نقول يهلو إنو توحيد سنو منا أنك حالو نقا ميديه المهلو قفك التوحيد سنة مهلو وحل وجه تلبية دي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك اللو لجه ده توحيد كاسا اللو لجه ده كان شان نقول وقوها
يهل إنو توحيد سدو مننا أنك حالو نغمده المهل متك توحيد سنة فلا ينكر عليه لو ينكر مين ولا به مين وروا مالكي سغارب تكبير تي عبد الله بطيئة البيئة دايو تكبير سو لديه مين اوه لدينه حاجي قاس ويكبرو متكبير صدوها مننا أنك حالو نغمده المكبرو متك تكبير سنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله إلا ما تسوى لي رهد ها بد كان حتى حجيده ولا قرر صوما ساسو بهاي واستكبير سنة ما انتهى السقالات ما انتهى السقالات فلا ينكر عليه أسنى لقو ينكر مين ما كفيري محو أناس دليشنة إخلال كالنبغة ها كانونا تلبيه وذي وحكو ينكر عليه لما أنك والدين كانونا تكبيره وذي وحكو ينكر عليه لما أنك والدين هذا تكبير ستا عامده وكل يابا ما انت اسمونك تدفك إلا تلبيه لله اللي يقان عامده وما يسكتغن حين مالك عرف الله سيسحب ها ورشيد وما انت تلبيه وهي ما انت ما تكبير أولي عامد العامده مكتب علماء اسكا عام سألك لكن عامده فضولة في أولي هي ها ها وكوين كده ها جارجي شيخ تكبير ما هنا أنا أقول مركز وكلا وحان سنة بالتكبير تهلا برتت انت تلبيه وكأنه ما تكبير تسكا وضع النار اللي أيضا بلو غولي فين سنة بعن النورات ها كان اللي أقول إلا إيه كان عام يا دمو إسكي يقن فهذا يدل على أن الحاج فهذا حديث كان يدل وحكتوسا على أن الحاج حاجك مخير كل خيار قال إنه يهي فيه هذا اليوم المعنك بين التكبير التكبير يوي التلبية لا هذا خيار أولي ولا رأسه خيار أولي فهذا حديث كان يدل وحكتوسا على أن الحاج قفك حاجك مخير كل خيار قال إنه يهي فيه هذا اليوم المعنك بين التكبير التكبير يوي التلبية التلبية لا هذا صحيح هذا على خيار قريب لتقرير النبي ما بقى سويدي سنة الله خير قليل صلى الله عليه وسلم اللهم صحابة وكسوا على ذلك عمل كاس إخرار كاس ما بقى لقد دريشنا ومن ذلك إخرار كي وحاك من قول ابن عباس عبد الله ابن عباس توكيس رضي الله عنهما وغيري أقبلت ويسو قابلي راكبا حال أم أهل نتكي كرسان على حمار دمير دمير كو أتان ندق دمير ندق ومبقى ندق تار تاسا صارنا والحال أين سوق قبلي أنا أنيق يوم إذن مالك قد نهزت مد كود ويري أنا ها على احترام قنجه قنجه أنا كود ويري مركز صدحيت من جي والرسول الله رسولك إلهنا صلى الله عليه وسلم يصلي مد تجنيه أحب الناس ذاتك بمنا ماشا من الله إله كود تجنيه إلى غير جدار درب العام إلى غير جدار عمر قبل إلى هذه السطحة قالوا اي رب ورجدار وديدي سوتو ما دين عبد الله بن عباد ما بين الله وسنتي بنانه بر كنت كان واحد لو مد جير ايم او سوتو او كدغ جير اور يرو فود ولان كله تاسون تمتو او سوتو كدغ جير عبد الله بن عباد بركه و هو نبي كان في وان مخي جدار لكن كما ان في سوتو دان حلو سوي سوتو جدار كليا ما مركه من حديث كان ودريشن واه وي نبي محمد سوتو لا انت كدي لا ماشي كما تعلم ما ماشي كو قالين لما دريش marka fiiri fa marartu waxan soo maray yiri bayna yaday baad safi safka gabadhi wa kan maxalfeeti sufufti maamuminta oo laba saf kala dhexma ha laba saf dhexdoodu qaar maamuminti oo laba saf dhexdoodu mara dadkii maamuminta hortoodu iska socda dadkii hortoodu iska socda wa dakhaltu فمررت وحمر بين يدي بعد صفي صفك قبل كي صورتي سان مري فنزلت وكدغي دميرتي وارسلت وسيدي على طانه دميرتي فرتع حاله اي باقيده ودخلت في صفي ان قلق فلم ينكر ما انكر ذلك صفك مردي صورتي سان مري علي كلك حق قفنا يو كدليشنا ما لا حول ولا وحاكعد وحالالي يا هيدا نبيغا قدالكي سو مري سماهان صلاة نبيغا مركو جيرو هرأي قدالس كسي وحو عركا نبيغا وعمس إخرار كميشة لقد دلشاوة بهالكاسوة ماهان صحابات صحابات إخرار كوذ ماهان حجو إيه وحالة دلشاوة إخرار كان نبيغا نبيغا صلاة نبيغا كو جيرو قدالي هرأي سكسي وحو عركي جيرو لكن خارج صلاة دليل لما هيو إنو سكسي وعركي جيرو سو مجيدي مركا نبيغا وعركي إنو صفك هرمان صحابة إلى قران ماذا لدريشنا يب ما بقى عن حجبة إخرارك صحابة طيسا نجمع هاي إيه واحد لدريشنا واحد تهاي إخرارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا هورا يقلال اسكسي وعكا ما في صلاة كتشو ماركا وانو عارف إخرارك إسا لدريشنا فهذا حديث كان يدل وقوكتوسا على أن المرور مريتان بين يدي المأمومي مأموم كورتي سلامرا لا يضر وحدي بما ها
dadka maamuminta dhexay iska mar kartaa safka waa saf dhexay iska soconay ka saxad ka kareetani boos maxay la ilaa ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma istadalla wuxuu dareenshay bi tarki inkari inkirid laanta ala jawasi dalika maritas banana shadid u dareenshay ومن ذلك إخارك وحا كميدا أيضا نغشي إخرار النبي قرده صلى الله عليه وسلم أبا بكر وحكو قرأ رضي الله عنه على قولي تنو فعلية تده تنو وإفعال حتى نقي قول أو نبي قرأ واكنا تورتي سلقا يريد سحاب كير أو وليب حكو الشرق يكهب من سحاب إخرار النبي قرده صلى الله عليه وسلم أبا بكر وحكو قرأ رضي الله عنه على قوله ديد أهيري بإعضاء صلب القتيل قال كالذي لو هبكيس إلا سيو لقاتله قفك مسلم كاي يدري qofkii gaal dilay gaal dilay ay intee jihad kale ugu jiro oo gaal kaas marqaati u keenay asagu dilay ma aha halkaas aan xabad u riday inuu dilay waan marqaati anaga marqaati ka yahay hebel dilay leeyahaydo hubkiisa abaay hubkiisa ala jira intuus dharkiisa wax weeyaan qorigiisa kiishadiisa buraashadiisa booshkiisa waxaasan kabihiisa abaay duxo qayra xab faraha laga gashado xabada u leeyahay gaashana waxaan abaa iskale duu laakiin saad xiiidan ka sido oo dhabarka ku sido ma karta 100 milyan malihid taas qaniimada kamid taas la xiiidan kara waa asagu ma lahayn muqtafan ha taas qaniimadi weynad waa laakiin wixii asab uu sito ku dagaalamay yaqleer intaas la dadan ma qaatuu keensad azalla way taas ka kamid aba nabiga waaqir abu bakr asaasi yiraa wasi nabiga waaqir والرؤيه اكمل النبي ارتديس صلى الله عليه وسلم غلمان الحبشه حبشه ويلشودي النبي اركاي والحال اركيهم ايغو يلعبون اي كعياراي في المسجد مسجدك بحرابهم ايبوين كود ولا يرى صوت ورن يكره اي كعياراي اي وتمكين عائشه عائشه مكنتي النبي مكنيه صلى الله عليه وسلم من النظر فيرين اليهم رقاص لفيريو تنا واقرار كلي وها اقراركو wiilashaas xarashada muslimiinta masaadka dhexdiisa ay ku ciyaareen maalin ciid marka warmahooda iyo gaashankooda ay ku gambanaayeen kase ay la boodaan waa ciyaar ciyaar faa'iidana hadda wada oo haddana hadda tabar yar ku jira nabigu waa aqir soomaaha hadda waa banaanta maalinta ciidda masaadka dhexdiisa ciyaar oo faa'iido ku jirto dalyan waa iska samayn kara ha ciyaar faa'iido ku jirto oo ku samayn kara muxuu kala nabiga qiray aaysho fiirsay inta nabiga isku aadiday ayaa u arkimay laakiin man kaas ordaay fiirsay nabigu waqir asagaba isku aadaayay laakiin waxa la yiraahdaa aayad halkeen laga aaday wa qulil mu'minati yaqdudna min absarihinna kale laga aaday aayadaba ilaahay gabdhuhu rag inta ka laadeen say u fiirsay aayisha waxa la yiraahdaa diida waa mid inaad isha ku mud ayada ayaartan guuda fiirina ee hebel isha la raacime ha waxa xaraanta waa mid gaar aad isha ku mudato ee dadkaas guudayshaas guuda boodboora gabadha ay fiirida wax dhibaato ma saas والله أعلم ما تنين